التعصيب تخلق مشكل، وبأن التعصيب مثلا واحد إنسان راكب واحد التروى مع البنات ديالو وعدد من الناس علاقتهم بخوتهم ماشي مزيانه، تيقول ليس من المعقول يجي واحد العام ويدي واحد الحق وعلاقته ما ساهم في انتاج ثروه، ما علاقه طيبه، ما عمره عقل كاع تقدر مثلا تلقى واحد عنده جوج بنات، تلقى الاب كان مريض كاع وما عقلش عليه خوه، او كان في الحبس وما مشاش شاف بناته خوه، وفي الاخر يجي ياخذ. هل من العدل والانصاف هذا المنطقه؟ هذا خص يعني ما يكون، خصوصا تيقول لك مثلا انه التعصيب ما كانش في القرآن، يعني التعصيب ظهر ما 100 عام من بعد. هذه وجهة نظر. مثلا في التعصيب شنو كيقول السيد الحمزة؟ واخا خويا دابا احنا ما يمكنناش نبداو النقاش العمومي على واحد على وقائع. انت تقول لي واحد الناس عمهم جا ظلمهم، نقول لك واحد الناس بزاف، واحد الناس بزاف عمهم جا عطاهم من الثروه ديالو من ما جباهم، ما يمكنش يشدوا وقائع ونبداو نقولوا دابا اي واحد بانت له شي مشكله اخا بدل اخا المدونه ما عجبتنيش المدونه تبقى شي عليها هو عباد الله. ولذلك انا سميت هاد الناس هادو هوائيين، لانهم تيشدوا وقائع واحداث استثنائيه وتيبغيو يبنيو عليها قوانين. ولا بقينا متابعين الهوائيين راه غنوليو نغنيو انا وياك على الخياط، شوفوا الهواء ما يدير فيا. حيت علاش غنبقاو غير ملاوحين من جهه لجهه؟ الان لما تتكلم على المغرب، تتكلم على المغرب، باش غادي المغرب؟ دابا بغيت نسولك، دابا جا الغلا، جات كورونا، جاو المشاكل، الله يحفظ، كان غيجي باش غادي المغرب؟ شنو هي القاعده اللي غادي بها المغرب؟ ايوا نسولك انت، هو التكافل الاجتماعي. ايوا التكافل الاجتماعي لما غادي تضرب انت العمام وغادي دير لهم هذا القانون هذا، اش خليتي من التكافل الاجتماعي؟ ايوا هادو عندهم الفلوس حيد عمهم ما يورثش معاهم، واللي عمهم عنده الفلوس يقولوا انا لا انا راه هذوك لا مت انا راه غادي يورثوا معايا حتى هما ما نعطيهمش، يمشيو يموتوا يدبروا راسهم يعاودوا مخهم. حنا ما عندناش هادشي، حنا عندنا التكافل الاجتماعي. الشيء راه كتقسم التركه وكيجي هذا، انتم باقيين صغار هاك، انتم يتامى هاك، انتم هذه هاك، حنا غادي بالتكافل الاجتماعي، هذا عنده هذا ما عندوش، هذا يجيب البركه هذا يجيب البركه، هكا غادي المغرب. ونظام التعصيب تيزيد يعزز العلاقات، نظام الارث يزيد يعزز العلاقات بين المجتمع، تيخليك انت محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا، وهذاك الاحتياج هو اللي عبر عليه ربنا سبحانه وتعالى وجعلناكم وجعلنا بعضكم لبعض سخريه. لا ولكن نصت عليه السنه النبويه. لا واش ما كاينش في القران؟ لا دابا شوف عندنا حنايا الايات ديال الميراث، كاين الحقوق التي نص عليها ربنا سبحانه وتعالى، كيجي القياس، القياس تيجي كيفرع لك ان هذا يقاس على الاب، فان لم يكن له اخ وورثه ابواه فلاخ. الرسول صلى الله عليه وسلم راه كاين في القران وسلم. كانت واحد وجهه نظر ظهرت، وجهه نظر ان المشرع الوحيد هو الله عز وجل، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمشرعا، هو مفسرا لشرع الله عز وجل، هو يعطي منفذا ولكن ليس بمشرع. انا كنسولك في هذا السياق، هل التعصيب يعني كان في القران ام ما كانش في القران؟ راه كاين صاحبي الكلاله، وان كان امرئ يورث كلاله وان كان في سوره النساء امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الحق الفرائض باهلها، فما بقي فهو لاولى لاول رجل ذكر، لاول رجل ذكر. وهذا اجمع عليه العلماء. لما العم تيورث فهو يحمل نسب، ولما يحمل نسب فهو مطالب بان يرعى ها ابناء اخيه، وهذا مروءه وديانه. فلما تجيب لي واقعه وتقول لي لا احقر عمهم جد الفلوس وخلاهم برا، اذا هذا راه مشكل ديال من؟ لا ماشي، لا ما فهمتينيش. دابا انا كنقول لك السي خالدي، جوهر النقاش هو ان الاسلام يعني صالح لكل زمان ومكان. مزيان هاد العملية دي، وهل سد باب الاجتهاد؟ دابا الإشكال فين كاين؟ هو اليوم كاين إشكالات جديدة، مثلا المرأة خرجت لسوق الشغل بشكل كبير، الالتزامات اللي ولات عند المرأة هي نفس الالتزامات اللي عند الرجل، وبالتالي كيقول لك خاص المساواة ما دام الالتزامات واحدة بين المرأة وبين الرجل، وهذا الشيء خاص إعادة النظر باش ما تهضمش الحقوق في هذا المستوى. مثلا كنقول لك مثلا الغي التعصيب ما كايناش في القرآن، كاين في السنة. ما كاين باس، اذا كاين اشياء ما كاينش في القران علقوها في السنه، ما كاينش اشياء في السنه غلقوها مثلا في الاجماع او علقوها في القياس او سد الذرائع او هلو مجر. الفكره شنو هي الاساسيه اللي كيقولوا اصحاب هذه وجهه النظر؟ تيقول لك ان الاسلام رحيم، وان الاسلام يعني يتسع صدره لباب الاجتهاد. المشكل في الفقه، المشكل فيكم ماشي في الدين. انتما الاسلام قادر يستوعب اشكالات الواقع، الاسلام قادر يتكيف مع كل واقع، ولكن انتما كتعطيو واحد الطابع الاسلام كان الاسلام
يعني قاصر. والمشكل في الفقه ماشي في الدين. كاين فرق بين الفقهاء. الفقه هو قراءتكم للدين. أن المشكل فيكم هذا هو ما وجهة نظر تقول لكم أن الإسلام والدليل على أن التعصيب ما كيش. أو مثلا سيدنا عمر بن الخطاب كيفاش واجه المشكلة ديال السرقة مثلا ديال الجمال. عدد من الواقع نعطيك يعني مثال مثلا السبايا مثلا كاين بعض الأشياء اللي مثلا كانت فيها آيات فواحد ولكن اليوم ما كاينش مثلا ما ملكت ايمانكم مثلا بالنسبه دابا ما كايناش دابا ما كايناش واذا كانت كانت واذا جات دابا ما كاينش عندك في المغرب أيه. اذا كانت في بلاد اخرى أيه. نحيدوا هذه الايه حنا كيفاش نحيدوها وعدم وجود الدواء لا يعني عوده على الاصل بالابطال اذا كانت الايه انت ما واجبش حقك الزكاه نحيدوا الزكاه حنا من الاسلام لا ايوا صافي وما كاينش كي غنديروا هنا حنا غنعيشوا بنظام ديال بلاصه اخرى كاين نظام بلاصه اخرى الاسلام ها هو انا فاهمك لا اسمع دابا كاينه مشكله في افغانستان كاين السبايا ولا مشكله تحل عند الشرع عند الحكم كي غنديروا هنا شنو عندك مشكل هنا عطيني المشكل اللي عندك هنا اجتهدوا انت تقول لي اجتهدوا الناس اش يجتهدوا فاش يجتهدوا فاش غيجتهدوا وريني اجتهاد نقول لك ها واش فاش اجتهدوا اسمعني ديك صالحه لكل زمان ومكان اي عطيني الحكم إذن ما تعطينيش النظريات ما تعطينيش النظري خليه عطيني الحكم عطيني شنو شي مساله من المسائل القتل ما القتل شنو حكم القتل اللي قتل واش يولد ولا ما يولدش القاتل هذاك مانع من موانع الارث مانع من موانع الارث دابا الا قتلو هو باش يورث مانع من موانع الارث معروفه هذه فين معروفه في الفقه معروفه في الاحاديث معروفه في السنه القتل اي قاتل قتلتيه حجبته عن الارث حجبته عن الارث الا قتل بالخطا يورث ولا ما يورث دابا بلاتي هو دابا انت هو القتل بالخطا ماشي هو القتل بالعمد انا كنسولك يورث يورث لانه قتل بالخطا ولكن القتل بالخطأ مغفور يا أخي في الإسلام يعطى دية مغفور في الإسلام شنو في القرآن فيه كاين مغفور في الإسلام لا في القرآن في القرآن كاين ومن يقتل مؤمنا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فجزاؤه فما قتل نفسا بغير حق نفسا في الأرض فكأنما قتل هذيك القتل المتعمد سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أما القتل المؤمن الخطأ فهذا فيه دية لأنك لا شنو هي الآية الايه بلاتي نستحضر الايه الله المستعان الا قتلتي بالخطا واش تورت ولا ما تورتش واش تورت ولا ما تورتش يورت باجماع الامام الشافعي وابن حنبل تيقول لك لا يريت لا علاش لا يريت ايوا دابا شنو هو المانع دابا اشو اسمعني شنو هو المانع اسمعني السي حمزه ماشي انا المهداوي انا راه كنقول لك الامام الشافعي والامام احمد بن حنبل تيقول لك ما يوراتش الامام حنا المذهب المالكي تيورث ها هما جوج ديال الائمه علاش كنقول لك الجهاد دابا كيفاش غنفسروا نفس المسلمين القران نازل على المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم نازل على الشافعي على الامام مالك وعلى ابن حنبل وهذه ماشي قضيه مرتبطه بواقع الجماعي شوف القتل بشكل عام الامام احمد بن حنبل لا يجيز لقاتل بالخطا الورث ايوا دابا بلاتي لا الشافعي ولا ابن حنبل وان اجاز له عدم الميراث فين هو المشكل اذا اجاز له الشافعي في واقعه في اجتهاده في مصره اجاز له لم يجيز له ان يرث فين كاين المشكل هذا الاجتهاد ايوا ها هو الاجتهاد هذاك الاجتهاد في واقع وهذا الاجتهاد في واقع اي فهمتينيش دابا الواقع كنجتهدوا فيه بحال مثلا كنجتهدوا في شي مشكله اللي كاينه خاصيه القتل دابا فاش كيف بحال القتل هو القتل بخطا شنو واش من الاجتهاد الاجتهاد منين كيجي باش كيجتهدوا تيجتهدوا بناء على النصوص الشرعيه إيه. دابا هو قدر هو نعم النصوص واحده والشافعي عنده شي قران اخر لا ماشي نفس واحد والامام مالك عنده قران اخر والاستنباط الحكم بناء على الواقع والحكم لا ما عندها علاقه بواقع قتل الخطا هذه على قتل الخطا قتل الخطا شنو فين الاختلاف احنا قتل الخطا في المانيا هو قتل الخطا في فرنسا هو في المغرب قتل الخطا ماشي مثلا غنقولوا مثلا وضعيه العمال في فرنسا ماشي بحال وضعية هذا اختلاف غنقولوا مثلا الشمس في شي بلاصه مختلفه الشمس في افغانستان ماشي الشمس في كذا هذا قتل خطأ ما فيه اختلاف قتل في الهند هو القتل بخطأ لماذا أحمد بن حنبل والشافعي شنو بغيت نوصل لك من هذا الشيء كامل أن باب الاجتهاد ماشي كنقولوا أن الناس وراه اجتهدوا احنا شوف شكون سد عليك باب الاجتهاد اجتهدوا بناء الإمام أحمد ولا الشافعي رأوا أن قاتل النفس خطأ لا يرث بناء على أن هذا القتل هذا سيورث ضغينة في قلوب الأبناء وكذا 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 فرعاية لمصلحة القرابة وصلة الرحم فكانت هذه عقوبة ملحقة مع عقوبة الصيام شهرين متتابعين أو غير ذلك مما يترتب على القتل الخطأ هادو قال لك لا يرث لان العقوبه تكفيه
العقد ومن جابوا الاجتهاد بجوجهم؟ وهذاك عنده النص وهذاك عنده النص هذاك واحد. لا ودابا هذاك عنده هذاك اعتبر هنا تيعتبروا المآلات نعطيك مثال وهذا راه من ساعه